هي اللي بتدير الدوري الاسباني والفرنسي والايطالي. في هو كل الفار في الشرق الاوسط، مصر والمغرب والامارات، نفس الشركه اللي عملت كاس الامم الافريقيه لما كانت عندنا هنا مقامه هنا، كانت هي الموكل اليها انها تشتغل. بشكر سيستم يوسف على كل المجهود اللي اتعمل، والتحديات كانت كبيره جدا جدا في الوقت، يعني يوم ما ابتدينا نكلم الشركه ويوم ما ابتدينا نكلم الحكام ويوم ما ابتدينا نكلم الكل كان بيقول لك انت بتحلم، بس هي مفيش حاجه ومفيش نجاح هيتعمل الا بحلم. هو لازم نبتدي بحلم، وزي ما بيقولوا على قد ما حلمك كان كبير على قد ما انجازاتك هتبقى كويسه. فالحمد لله احنا حلمنا ان احنا نخلص في توقيت معين وخلصناه. زي ما بقول انا ما يعني انا شغلانتي هنا انا مدير، في فايلات كتيرة جدا زي ما قلنا لما جيت هنا برضو يوم 24/8 وقلت لكم احنا عايزين اليوم 70 ساعة بقينا ولا 60 ساعة عشان نخلص اللي عندنا. انا ما ينفعش اعمل حاجة لوحدي، بل بالعكس الملفات كلها متوزعة على زمايلي اللي انا بتشرف بالوجود معاهم. هذا الملف كان موكل لزميلي الكابتن محمد فضل. نيجي بقى على التنفيذ، اول واحد طبعا استاذ وليد العطار، مجهود خرافي. الكابتن جمال الغندور رئيس لجنه الحكام، الساده الحكام الافاضل